لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. رمضان يا رمضان يا رمضان، شهر الكتاب تلاوة وقيام. رمضان يا رمضان. بسم الله الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، أدعو الله عز وجل في عليائه أن يبلغنا وإياكم رمضان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. كما ندعوه سبحانه وتعالى أن يستعملنا وإياكم لنصرة دينه. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، في السر والعلن، وارزقنا حسن الخاتمة. اللهم آمين. نحن كما تعلمنا من دعوتنا لا نخلق الفرص، ولكننا نعلم يقينا أنه ينبغي علينا ألا نضيع الفرص، لأن الأفراد والأسر والمجتمعات والدول بل والأمم والشعوب إذا منحوا فرص فضيعوها يوشك سبحانه وتعالى أن يعاقبهم على ذلك بالحرمان منها ومن آثارها. ولذلك صح عن نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ألا إنه في أيام دهركم هذا لنفحات، منح عطايا مواسم للخير، ألا فتعرضوا لها، أي أهلوا أنفسكم لها بما يليق بها عساكم تغتنموها الاغتنام الأمثل وترتقوا بها ومن خلالها، عسى أحدكم أن تصيبه نفعا لا يشقى بعدها أبدا. نحن على عتبات رمضان المبارك، أعظم مدرسة إيمانية تربوية إصلاحية عرفها البشر. لا شك أننا جميعا نعاني كأفراد وأسر ومجتمعات ودولة وأمة. القراءة السريعة للمشهد تقول أن الأجواء في الحقيقة مؤلمة، فيها من الدخان والدخن، فيها من الضبابية، فيها من الأزمات وغلاء الأسعار والأمراض والأسقام والفتن والإحن، ما لا يخفى على قارئ ومتابع وناظر ومتأمل. حجم التحديات والمخاطر عظيم، وعظيم جدا جدا جدا. أدينوا إلى الله تبارك وتعالى أن رمضان هذه المرة جاءنا كطوق نجاة، كمخرج آمن لنا جميعا مما نعاني. عسانا ننجح في أداء رمضان مميز والأسباب ميسرة بفضل الله تبارك وتعالى، كما تعلمون وقد نشير فعلا فعلا لنؤدي رمضان مميز بطعم جديد، بروح جديدة، بتطبيق وتفعيل حقيقي. لأن هذه المدرسة بفضل الله تبارك وتعالى يعني من أقصر الطرق لتحقيق الإصلاح والتغيير المنشود. لن نجد يعني في الحقيقة أروع ولا أجمل ولا أجمع ولا أنفع ولا أصلح لنا لنحقق التغيير والبداية بأنفسنا قطعا مثل هذه المدرسة المباركة. لكن مع الأسف الشديد كم رمضان أدركنا، ولا شك صمنا وقمنا وتهجدنا وأقبلنا على القرآن، حرصنا على السنة، أدينا كم كبير جدا من الطاعات والقربات، ولكن ما إن ينتهي رمضان
حتى تبدو ملامح الانتكاسة والرجوع إلى الوراء والعودة إلى ما كنا عليه. وهكذا كم رمضان أدركنا مع أن الأجواء كانت مهيئة لنا، وفي كل مرة العلماء والدعاء والوعاظ يقولون لنا يعني إذا كانت أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن وفتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران، وينادي منادي أن يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. نحفظ هذه الحديث، يعني الأجواء في الحقيقة ميسرة مسهلة مؤهلة كي تبدأ في الارتقاء بنفسك وتحقق التغيير الحقيقي في هذه المدرسة. مما أعجبني بعض المعاني الجميلة جدا لبعض السلف، يقول يا جماعة هذه مدرسة التغيير الكبرى، تلحظ مع أول ليلة مع ثبوت الرؤية والخبر بسلسلة الشياطين ومردة الجن وتفتيح باب الجنان وتغليق باب النيران ومنادي الخير وهي ينادي، لا شك تدخل في أجواء إيمانية روحانية، تجد على الخير أعوانا، تمارس أكبر قدر من الطاعات والقربات. البرنامج الطبيعي لك يتغير تلقائيا، برنامج النوم، برنامج الطعام والشراب، برنامج العمل، حرص على الصلوات، حرص على السنن، قبال على القرآن، تحنو، تمد يد العون للآخرين الفقراء والمساكين والأيتام، تجد فعلا تغير حقيقي يبدو ويظهر. لا أقول تحافظ على الفرائض فقط، بل تصلي القيام وتتهجد وتعتكف وتبذل من مالك وتصل الرحم. يقول هذا كم رهيب، ما لك لم تتأثر، ما لك لم تتغير؟ إن لم تتغير في هذه المدرسة فمتى وبما وكيف وأن لك أن تتغير أصلا؟ لكن نعود ونقول كم رمضان أدركنا ودخلنا وخرجنا ثم انتكسنا، ثم كانت الغفلة وكان الركون وكان الانشغال والانهماك إلى آخر المعاني التي تعرفونها. إلى متى؟ إلى متى يا إخواني؟ نريد هذه المرة أن نسأل سؤال، كيف السبيل لرمضان مميز؟ نريد رمضان مميز هذه السنة، طعم جديد وروح جديدة وأداء وتفعيل راقي فعلا، لنتذوق طعم المعاني الإيمانية والروحانية ولنسعد بترجمة السمع والطاعة والعيش في أجواء إيمانية حقيقية يملؤها السكينة والطمأنينة، لأن هذه الطاعات والقربات التي تؤدي هذا الكم الكبير لو أدي بالمضمون سيعطيك فعلا الطعم المنشود الذي تسأل عنه. لكن لو أديت صمت وقمت وتهجدت واعتكفت وإلى آخره، لكن على غرار العادات والأعراف والتقاليد أو الأداء الروتيني الخالي من المضمون، أن لك أن تتغير مش ممكن، مستحيل. هتتغير في شهر بس، ومع ليلة العيد تبدأ تتراجع إلى الوراء مرة أخرى. محتاجين نسأل كيف السبيل لرمضان مميز هذه السنة. أولا ينبغي علينا، وإن كان الأمر تأخر لكن يعني هذا ما في الإمكان، كان ينبغي أن يكون هذا المعنى الذي سأذكر منذ فترة، قضية التأهيل المبكر التي اهتم بها صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي بدأنا به، يعني ألا إنه في أيام دهيكم هذا لنفحات، ألا فتعرضوا له. إيش معنى التعرض؟ التأهيل والإعداد للنفس والترويض والتربية والتصفية والتحلية والتخلية والتزكية عشان لما تيجي النفحة لا تشقى بعدها أبدا، هي دي. عشان كده أنا قلت في الأول كلمة لو تذكرون، رمضان طوق نجاة، مخرج آمن لنا جميعا. إذا نجحنا في أداء رمضان مميز بعون الله وتوفيقه سننطلق لمرحلة جديدة بروح جديدة بفهم جديد بقوة دفع ذاتية قوية جدا جدا نؤدي بها الأداء المتميز.
بعون الله وتوفيقه. لكن قضية التأهيل المبكر يا أخواني قضية مهمة جدا جدا، تحتاج إلى فترة زمنية معقولة، لكن هذا ما في وسعنا، وعليه لابد أن نشرع. بقيت يعني ليالي معدودة، نعم، لكن بعون الله عز وجل كما بشرنا صلى الله عليه وسلم، إن تصدقوا الله يصدقكم، وكما بشرنا ومن يتحرى الخير يعطى، مش كده؟ إذن هيا نصدق مع ربنا تبارك وتعالى في أننا نعقد العزم الآن أننا هذه المرة سنؤدي رمضان مميز بكل معاني الكلمة، بروح جديدة وطعم جديد فعلا، وبالتالي نتحرى كيف السبيل، ومن يتحرى الخير يعطى، إذا كان بصدق، لأنه ميسر مع من يسره الله له. ولذلك إذا أردنا أن نحقق فعلا رمضان مميز فعلينا أن نشرع في قضية تأهيل أنفسنا لتستقبل رمضان استقبال جديد مميز فعلا، وهذا سيساعد على أداء مميز ووداع مميز واستصحاب مميز لشخصية رمضان. القضية الأساسية عشان احنا كل مرة نقول بننتكس بعد رمضان، مش كده؟ احنا عايزين استصحاب لشخصية رمضان ومواصلة بشخصية رمضان، هذا لا يكون من فراغ، هذا يحتاج إلى تأهيل مبكر جيد واستقبال جيد لرمضان، أداء جيد لرمضان، فعلا وداع جيد لرمضان، استصحاب جيد المعاني التي يعني تمرس عليها تربى عليها طوال الشهر من سائر الطاعات والقربات المفروضة والمسنونة المعروفة، في النهاية ستعطيك شخصية فريدة مميزة مثالية قادرة على أداء دورها على أكمل وجه. أول ما أنصح به نفسي وإخواني توبة صادقة ونصوح. بس المرة دي عايزين تسمحوا لي نتكلم عن الموضوع ده بشيء مش التفصيل المطول يعني، بس بتركيز، محتاجين يا جماعة توبة صادقة ونصوح بحق. ليه؟ باختصار شديد جدا، بها نرضي ربنا، بها يحبنا، بها اسمع نزداد قوة، قوة في إيمان، قوة في يقين، قوة مادية اقتصادية عسكرية إلى آخر المعاني، بها سنتمتع بالمدة التي قطعت لنا في هذه الدنيا، بها نخفف عن كاهلنا الكم الرهيب العظيم من الذنوب والمعاصي الذي وقع منا، لا أقول في الأعوام السابقة بل في بطن هذا الحول من رمضان الماضي إلى هذه الأيام، كم من ذنوب ومعاصي أثقلتنا أنهكتنا أضعفتنا بسببها، كان البلاء وكانت الفتن وكان الإحن والمحن وكان الأمراض والأسقام وتسليط الأعداء إلى آخره، معاني تعرفونها وتحفظونها جميعا. ولذلك بالتوبة الصادقة والنصوح ننطلق من عقال نتخفف، هتكون مش خفيف بالمفهوم البلدي، هتكون خفيف بالمفهوم الشرعي. يعني خفيف بالمفهوم الشرعي؟ حتة جميلة كده، ركز. خفيف بالمفهوم الشرعي عندك همة وعزيمة ونشاط وجدية وحرص وتسابق في الخير، تشعر فعلا بقوة دفع ذاتية تدفعك من داخلك، تؤدي وأنت منتشي، مش أقولك ده منتعش وده منتشي، لا تبقى مفرفش، هتحس أن أنت حاجة تانية خالص. إيه عايزين تخفوا ولا إيه الحكاية؟ محتاجين نخف، نخفف الحمل الثقيل الذي بسببه وقع لنا ما وقع، وقع فينا ما وقع، وسلط علينا من سلط. لذلك توبة صادقة ونصوح. عايز أقول لك حاجة، بعض الأخوة لما يسمع كلمة توبة يقول لك أصل درس التوبة ده الناس كلها حفظاه، طب إحنا عايزين نفعله، نفعله صح. هنتكلم عن التوبة مفهوم تربوي، هنقول يا أخوانا أولا التوبة تلزمنا سواء أذنبنا أم لم نذنب، وخصوصا في مثل هذه الأجواء
حينما يكشر الباطل عن أنيابه، حينما يعني يتصدر بإعلامه، حينما يبدأ في حملاته المشهورة من التحبيط والتثبيط والتيئيس والإغراء والإبهار والتزيين والإضلال والوسوسة، أنت تحتاج فعلا فعلا إلى توبة صادقة ونصوح تفيق بها، تنتبه بها قبل ما لكم التوبة واجبة وصادقة. التوبة الصادقة والنصوح واجبة فعلا. شوف المجتمع المدني حينما كانت تلك الفتنة الرهيبة التي تحفظونها جميعا، فتنة عائشة رضي الله عنها حينما شن أهل النفاق تلك الحملة الشعواء تهموها في عرضها وهي الصديقة بنت الصديق زوج النبي عليه الصلاة والسلام، واستعمل الإعلام المشهور إعلام اليهود وإعلام المنافقين يعني حملة شرسة، حتى أن الحملة أثرت حتى في شخص النبي عليه الصلاة والسلام، أصيب بهم وغم وحزن، والصحابة والصديق وعائشة التي كانت لا تنام ولا تأكل ولا تشرب ولا تكف عن البكاء، قصة مشهورة. والجو فعلا كان جو مخيف ومرعب طبعا، أهل النفاق وأفعالهم واليهود بيخططوا وبيدعموا، والموقف كان صعب صعب فعلا فعلا. ما الذي حدث؟ نزل الوحي بخطاب عام للنبي ولأصحابه ولجميع المؤمنين بل وإلى قيام الساعة. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم إيش تفلحون. الخطاب لمن يا شباب؟ وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. من خاض ومن لم يخض، من تكلم ومن لم يتكلم، الكل مطالب بتوبة، لأن التوبة في مثل هذه الأجواء لها فعل السحر على القلوب، لها تأثير راقي ورائع وجميل. وأيضا في قوله تعالى في هذا النداء المبارك: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح. سبحان الله العظيم، توبوا إلى الله توبة نصوح. هذا 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 مطلب شرعي. رسول الله يصعد المنبر: أيها الناس توبوا إلى الله، فوالذي نفسي بيده إني لا أتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي رواية أكثر من 100 مرة، بل عن ابن عمر وغيره كما في صحيح مسلم: إن كنا لنعود لرسول الله صلى الله عليه وسلم قوله في المجلس الواحد 100 مرة: ربي اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم. هو المعصوم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هو ده التفعيل، هو ده التطبيق، هو ده المعنى المراد، أن تلزم، أن تستصحب، أن لا تترك، أن لا تغفل عن التوبة. مع المقام المحمود ومع المثالية المعروفة عنه ومع العصمة التي أثبتت له عليه الصلاة والسلام، إلا أنه كان يكثر من التوبة. لماذا؟ لكونها أمر، ولكون المولى تبارك وتعالى ألح على عباده فيها وغني عنه عن توبتهم. تحفظون إذا كان ثلث الليل الآخر ينزل تبارك وتعالى نزولا يليق بجلاله، في بعض الروايات: هل من تائب، هل من مستغفر؟ إن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، يبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار. في تفسيرها لبعض السلف كلام في منتهى الروعة: يبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار. قال: النهار مظنة الاحتكاك والاختلاط والبيع والشراء والتعاملات والذهاب والإياب، نظرات وغدرات وحركات وذنوب ومعاصي، مع دخول أول الليل بغروب الشمس تعرض التوبة على من وقع منهم ما وقع طوال النهار. طيب، يوسط يده بالنهار مع بزوغ الفجر ليتوب مسيء الليل، خففيش الظلام الذين يخرجون في الظلام والناس نيام، تعرض عليهم أيضا التوبة ليتوبوا إلى الله تبارك وتعالى. أمر عجيب. ثم تأمل، انظر لحديث القرآن في هذا الطرح وفي هذا الترغيب وفي هذه الإشارة التي تقول: ما أحلمك يا ربي، ما أعظمك. زعم له الصاحبة والولد، مش كده؟ في نهاية الكلام بعد أن ذكر ما يعني قالوا في حقه سبحانه وتعالى، قال: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. ابن كثير يقول: أيمانهم لم يتوبوا إلي ولو تابوا لقبلتهم. إيه ده؟ شوف الرحمة، شوف الحلم، مع ما قالوه، مع ما زعموه
عليهم من الله ما يستحقون. ثم بعد ذلك تتغير اللهجة. في القرآن أيضا قال الله تعالى: فمن لم يتب فأولئك هم الظالمون. قرأت في تفسير ابن عباس: من لم يتب صباحا ومساء فهو ظالم. عشان بس تحس بالموقف تقول أنا عملت حاجة. ظالم ظالم الدنيا من حواليك، لأن تأخير التوبة وتسليم التوبة وتعطيل التوبة سبب للبلاء والأزمات والأسعار والفسادات والظلم والبغي و و و إلى آخره. طيب التوبة ستكون نصيب التي يريدها بعد هذا الطبع السليم. معناها معناها ايه؟ بعض السلف يقول التوبة الصادقة والنصوح يقود النفس بلجام الرغبة إلى الطاعة بلجام الرغبة، وردها عن المعصية بلجام الرهبة. توهموا المشهد، الإنسان بعد التوبة يكون إنسان مثالي غير الذي كان. أول ما يتوب توبة صادقة ونصوح يتمكن من نفسه، يلجمها بلجام إيش؟ التقوى، فيقودها إلى طاعة الله بقوة دفع ذاتية برغبة في مرضاة الله والجنة. إنسان مثالي. طيب، ولكوني بشر ومحارب ومستهدف وغير معصوم والفتن من حواليه وشياطين الإنس والجن يعملون على غوايته، اسمع، يريدون له ألا يتوب. كما يقول الله تعالى: يريد أن يتوب عليكم ويريد أن يبتلوا لشهوات الدنيا وما ينعم به يتوب. فقد يجي كثرة التلثيم والإغراب والضلال والوسوسة وما إلى آخره، فيلجم نفسه في زمن الله خوف من الله خشية، فيردها إلى مقدارها إلى طريقها إلى ذلك الدور يتسلم الطاعة. واحد تاني يقول: لا لا لا، التوبة الصادقة والنصوح تتمثل في كلمتين، اسمع: حياء عاصم وبكاء دائم. حياء عاصم ليس بالمعنى العصمة التي ليست لأحد بعد الأنبياء، ولكن حياء يكسو الإنسان يتمكن منه بجوارحه وأركانه التوبة الصادقة والنصوح، اسمع، الندم الحقيقي على ما فات وصاحب ولد، لا نبغي المعاقب، وإلا فالمعاقب يندم ويبكي، وبالتالي قد يصل حالا من اليأس والخروج والبعود، هذا مرفوض، هذا غير مقبول، لكن الندم يتحول لقوة دفع ذاتية، فيكون به حياة، ويكون منه البكاء، ويكون به إصلاح موالاة، تعويض، إدراك الوقت الذي يصحب والبسوع حتى يتغير ويتحول إلى ابتسام ذلك يختلف تماما. طيب، مختارش يعني موضوع طويل في حاجة ثانية كتير. شروط التوبة الصادقة والنصوح هنقول على ثمان شروط. ممكن واحد يختلف معانا ده شرط ده مش شرط، ده رجل ولا له استحقاق، ركز بس الأول. إحنا بنحاول نوصل معلومة إن عايزين التوبة الصادقة والنصوح حقيقية، عايزين ترجمة حقيقية للتوبة في حياتنا لنتلذذ بطاعة ربنا، لنشعر بالتحول والتغير والالتقاء والانتقال من الكيان. الشرط الأول الإخلاص، أن تكون خالصا لله وتعالى. وفي حاجة ممكن يتوب لغيرنا؟ ناس بتتوب عشان الشهرة، وناس بتتوب عشان كسب الثناء، وناس بتتوب عشان التزويج، وناس بتتوب عشان التوظيف، وناس بتتوب عشان ايه؟ الموهبة، عشان الحزن عن الوصول للذنب والاسباب. كان بيشرب، كان بيهبل، كان بيعمل، كان بيخلي، مش قادر يوصل، مش لاقي، ما عادش فيه. بيتوب. ها؟
هذه توبة عاجزة، هذه ليست التوبة عن القدرة وعن الاستطاعة. ويقولوا ذلك بهذه الحقيقية، فإحنا كل جماعة من أخلص في توبته لله دفعته إلى الأمام، كانت فعلا على حسابات القبول. يا مريم لا يبدو لا بها وتوبوا الى الله جميعا، ولا يبدو من الاخر ولا يهدى من الاخر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ان الله لا يقبل من العمل الا ما كان صالحا وابتلي به وجهه. والتوبه من اجل الاعمال التي تتبرك بها الله عز وجل. فشيخوان الشرط الثاني الاقلاع الحقيقي، وليس السوري وليس الوقف وليس يعني مقيد او ناقص، لا اقلاع حقيقي يدل على سنه التحول. ان كان واجبا ذلك له فيه فورا. شوف بقى الواجبات اللي عليك الدين انت فين وهي فين. وان كان ذنبا مقيما عليه يتركه فورا. حاجه اسمها لما اتجوز لو رمضان لما احب لما اخلص الخطة دي مشروع ده الموضوع ده استغفر ليه لا لا فورا. بالتالي لو كان حق الادمية تحلل منه فورا في بلديك مظلمة مال عرض اي خلص نفسه. لكن عمر بن عبد الوسيم عبر الحديث ماشي معايا اذا الاقلاع الطبيعي بيدي صورة مثالية في منتهى الروعة والكفاءة تحول حقيقي للانتاج. طيب الشرط الثالث الندم الحقيقي الذي يولد قوة دفع ذاتية تنتهي بها تأتي معها تتغير بإقبالك على الله وقوة دفع ذاتية. طيب ليه في الشرط ده؟ علمنا عن سليم الذي حصل في حديث الطريق التوبة من الندم. يعني حديث في بدايه التوبه الندم. علي رضي الله عنه فسر هذا الحديث يقول اسمع الندم بالنسبه للتوبه كالراس بالنسبه للجسد. ويرفع نفسك وتتبادل في الغرام. ينفع كذلك التوبه من الندم الحقيقي لا تصلح لا تقبل لا تنجز لا تؤثر لا تغير. لذلك في اثر يوقف ويرفع من صح الرافع يقول ايه؟ ان العبد ليذنب الذنب الذنب سيدخل به الجنه. انا ولدت صح ابو كده قالوا كيف ذلك؟ قال يكون مطمئنا تائبا نادما باكيا مستحيا كلما تذكر اقبل على ربه يعوض له ويكسر من حسنات الاحياء حتى لا يزال به حتى يدخله الجنه. ذنب قد يوصل الى الجنه اذا كان من وراء التوبه صدق وصدق فعلا فعلا. ولذلك كما في كتاب حياه الصحابه يعني وان كان هذا الاثر يعني لم يصح لكن باب التربيه وال يعني والتأهيل لا بأس يعني يوازن في المعاني. قالوا رجل حبشي شيخ كبير ضاع في السن أسلم أدخلوه على النبي صلى الله عليه وسلم شكل المشهد وشكل الصحابه وشكل يعني إقبال على الإسلام والفرحه وطعام القربات. كان رجل انتعش فعلا بعث جديد كما يقولون. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله شيخ كبير ولا عن نفسه كان متكئا من جوه المعصيه انه من جوه الذي كان متكئا صلى الله عليه وسلم. قال نعم من يكون بين وبين التوبه من دون رسول لضوابط سبحانه وتعالى. فظل سكت كل عارف ولكني ارتكبت كذا وكذا وكذا ذكر بعض الاشياء. فقال ما عليك سلم فقال
تدرس في معرفتها، تدرس الذي فيما لا ذنب لها، فاشتغلت وقالت لك وقال ولكني فعلت وفعلت وفعلت اكثر من الاولى والثانيه. فقال يا اخي لا تحترم. وذكره بالآية، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، ماشي. فذهب ثم عاد في الرابعة. شوف السؤال العجيب، وهل كان ربي يراني حال معصيتي؟ لسه دخل في الإسلام جديد. فانتفض صلى الله عليه وسلم وقعد وقال يا سبحان الله، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم حتى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. فشهق الرجل شهقة مدوية افزعت من بالمسجد، ثم سقط مغشيا عليه. أقبل عليه النبي عليه الصلاة والسلام. شوف الموقف التربوية واللمحات، لمحات يعني فيها تركيز عالي جدا. قلبه يمنة ويسرى، حطيته على قلبه، الرجل مات مات. قال قوموا جهزوا أخاكم، غسلوا كفنوا يعني، قوموا جهزوا أخاكم فقد مات حياء من الله تعالى. حينما استحضر أنه كان مراقب ولكن الله أمهله وأعطاه الفرصة والفرصة وهو يتمادى في غيه، يا لقوة الحياء ويا لأثر الحياء في القلب. يحيي القلب يا إخواني والله، يبعث به القلب من جديد، تستيقظ به النفوس من غفلتها. هو ده الندم اللي احنا بندور عليه، بس ما نقولكش يموت من الحياء، على الاقل تقدير المسح من حياء تعيد لك الانضباط، تعيد لك يعني استشعار المراقبه وما كان وما انت فيه وما انت مقبل عليه وما ينتظرك في اليوم الاخر. حاجات هتغير مجرى حياتك تماما. ماشي يا اخواني؟ الشرط الكامل اللي جاي الرابع مهم جدا في نظري، من أهم الشروط. اسمع، عقد العزم على عدم العودة مع قطع العلائق بأسباب الذنب. عارفين يعني إيه؟ ناس كتير جدا مننا بتتوب لكن بتنتكس تاني وبترجع تاني، وأحيانا أشد من الأول. صح؟ صح ولا مش صح؟ صح؟ أكيد شفتوا نماذج من كده. ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب ويتوب علينا وعليكم. ماشي؟ ليه عارفين؟ لأن الشرط ده مش مفهوم، مش مترجم، مش مفعل. عارفين يعني إيه؟ أنا لما أقول لك عقد العزم على عدم العودة دي ممكن تكون سهلة، إن أنا أعقد العزم إن أنا مش هعمل الذنب ده تاني. الأهم بقى مع قطع العلائق بأسباب الذنب. إن كانت صحبة تهجرها فورا، وإن كانت بيئة تهاجر منها فورا، وإن كان عمل تبحث عن غيره فورا، وإن كان إعلام تقاطعه فورا، وإن كانت أسباب بعينها كمثلا امرأة أو كذا أو كذا أو كذا، خلص اقفل الباب، انتقل، تحول، تغير. هو ده المعنى يا إخواني المطلوب. الناس أحيانا يصعب عليها ترجمة هذا المعنى، يقول دول صحابي ودانا مع بعض وطول عمرنا عايشين مع بعض وتربينا مع بعض. طب دول هيغرقوك، دول هيضيعوك، دول هيدخلوك في سكة ضلمة. ما تجاملش، ما تستحيش أن تأخذ القرار الجريء. انصحهم، ذكرهم، وإلا فاهجرهم. إن كانت بيئة وبتذكرك بأسباب الذنب وبتعين على أسباب الذنب وبتيسر أسباب الذنب، يا أخي شوف بيئة غيرها. فاكرين الراجل اللي قتل 99 وكمل به المية؟ المية واحد قال له اللي كان بالحسابات الثانية كان ممكن يقتله هو كمان، بس كان عالي، قال له حضرتك تسيب البلدة دي فورا تروح لبلدة تانية، ناس تعين على الطاعة، تذكر بالخير، معروف بالبر بالإحسان، تعين علي. فمحتاجين يا جماعة ان احنا فعلا. طيب اخبارك انت مثلا مع الشغل بتاعك، فيه مغريات، فيه فتن، فيه حاجات مخالفة، في حاجات بتذكرك بالذنب الذي كنت فيه وعليه؟ سيبه، دور على غيره. رزقك على الله، ما تخافش، أن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، فاتقوا الله جميل في الطلب، خذوا محل ودعوا محرم.
ما تخافش رزقك مضمون على الله عز وجل، لكن انقذ نفسك. طب لو إعلام، فضائيات، سواء المرء المقروب المسموع، كله زي بعضه، كله فيه البلاوي اللي انت عارفينها، تلفونات. طب ما انت في ناس ما تتفرجش على التلفزيون، لكن الفيسبوك في جيبه والمواقع موجودة والدنيا كلها مش في، كان زمان يقول لك الدنيا كلها في حجرة واحدة، لا ده الدنيا كلها في عدة واحدة. وليه رأيكم؟ الدنيا بقت أضيق من مما نتخيل، فأنت محتاج تاخد موقف. لو التلفون ده اللي بيوديك للمواقع، وديك للهلس، وديك للقيل والقال والغيبة والنميمة والطعن والجرح وإلى آخره، في أهل العلم وأهل الفضل وإساءة الظن بالآخرين أو النظر لل، لا خلاص غير، ارجع لعدتك القديمة يا أخي. لو استغنيت خلاص مش مشكلة، مش هتموت، لكن أفضل لك من النار ولا شك. انتبه، الموضوع محتاج أن أنت تفكر صح. ماشي إخواني؟ يبقى إذن عقد العزم على عدم العودة مع قطع العلاقة بأسباب الذنب. الشرط الخامس مهم جدا، وركزوا شوية. احنا قلنا التوبة الصادقة والنصوح هي التي ترتقي، تنتقل بالتائب من حال كان عليها إلى حال مثالية رائعة وجميلة غير التي كانت بالمرة. مش يقولوا 180 درجة، لا، أوسع وأكبر وأرحب، تتحول تحول حقيقي فعلا. ولذلك زي ما قلنا في المعنى، قود النفس إلى الطاعة بلجامر رغبة في مرضاة الله والجنة، قود دفع ذاتية بتجيلك، وردها عن المعصية بلجام الرهبة. الشرط ده معناه إيه؟ الإكثار من العمل الصالح بفرضه وبنفله. كدليل، وأنا محتاج دليل، وبعدين دليل بيقدمه لمين؟ أنا عايز أقول لك على حاجة، كلمة دليل وبرهان على صدق التوبة أن يتغير الواقع، أن ترى من نفسك إقبال حقيقي على طاعة الله عز وجل وبعد عن معصيته سبحانه وتعالى. مش عشان تتزين للناس، مش عشان تتملق للناس، مش عشان تأخذ المدح والثناء من الناس أو الشهرة أو المال أو التزويج أو التوظيف أو لا، احنا قلنا لازم نكون خالصة لله. فأنت حينما تطبق هذا المعنى فتنتقل بعد التوبة إلى حال جديد، إلى واقع جديد، إلى إقبالة حقيقية على الله وعلى رسوله بالحرص على العمل الصالح بفرض وبنفل بإخلاص ومتابعة. هذا من أعظم الأدلة والطريق على قبول التوبة، والآيات في القرآن كثيرة جدا في هذا المعنى، منها كما في قوله تعالى: إلى غفار لمن الذين تابوا وأصلحوا، أصلحوا إيه؟ أصلحوا حالهم وقعهم قلوبهم وأنفسهم وغيروا فعلهم. هو لا يسمع المعنى المطلوب اللي احنا محتاجينه، لكن عليه الآيات الباقية كثيرة جدا جدا، لكن اختصار اللي يعني طول الموضوع الذي معنا حتى نواجه أنفسنا التأكيد، لا في هذه المدرسة العظمى رمضان المبارك اللهم بلغنا الصلاة، يقول أن نستوعب هذه المعاني كيف تفعل الصبر في وقت الواقع. إذا أنت مطالب أن تركز على هذا المعنى، أن تكون بعد التوبة إنسان غير الذي كان تماما. نقلة أحداثك فعلا نوعية رائعة جدا جدا جدا. طيب الشرط الخامس والسادس، فهمت من الأول، لو راح اسمه إيه؟ الله الله عقد العزم على عدم العون مع قطع العذاب. صار 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 عارف صاحب الرسالة يقول ايه كلام في المنتهى الروعة؟ يقول ايه؟ يقول ان الشرط ده اللي وصف فيه آيات كثيرة جدا تلفت النظر له، وان هؤلاء هم فعلا الذين يتقبل المولى سبحانه وتعالى منهم التوبة، بل يبدل حتى السيئات التي كانت منهم حسنات كما في آيات أخرى. انظر لأنهم فعلا فعلا انتصروا وتحولوا وتغيروا بمجرد أن تابوا إلى الله تبارك وتعالى. في من موجودة في واقع الناس
لكن سبحان الله ده كان فيه، ده كان حاجة دايما خالص، ده كان بيعمل وخير ويسوي. سبحان الله الهلال اللي بعده قد يتحول الإنسان بمس العمل الصالح بعد توبته والمعروف في وسط أقرانه في وسط أهله وذويه بما كان عليه، يتحول لأروع دعوة على وجه الأرض، الدعوة الصلاة. الدعوة الصلاة العملية موجودة من شواعر ولا خطيب ولا داعية ولا يعني عالم ولا شيء، لكن بتحس عامل صار بفضل ذاته بالإقبال على الله عز وجل، السمت والدم والتعامل والأخلاق والسكين التغيرات. قال هذه تؤدي الأعظم من الخطب والدروس والمحاضرات شيء ولا لا؟ هو ده المعنى إخواني، إن البعض يقول عليه فعل رجل في ألف رجل أبلغ من قول ألف رجل في رجل. هذا واحد ماشي وخليه يطول في مدينة عندي في الطلاق في مصر الدنيا يتكلم. الناس كلها تقول أعناقه أجرين، صح ولا لا؟ يتصور يتغير ماشي، وهذا ألف واحد يتكلموا فاعل مقام ضربه بسكة ثانية أنا لو فيه مش ممكن مستحيل إلا إذا أمر الله عز وجل. ولذلك إخواني الدعوة الصلاة هذه قال هذا التغير من أكبر صورها المؤثرة في الناس. طيب الشرط طب التوبة مش هتقبل؟ اه في وقت خاص وقت عام، وقت يلزمك انت في عودك كل واحد فينا له وقت. الحديث تقبل توبة العبد ما لم ها ما لم يغرغر. حاجة بتغيظني جدا صراحة، ناس كتير جدا بنسألهم ايه معنى يغرغر، بيقول لي اصل الرجل اللي في الغيبوبة ده، الرجل اللي بيحتضر اللي بيقطروا له خلاص بقاله كم يوم في غيبوبه مش داري بحاجه، صح كده؟ لا، الغرغره قد تكون وهو يلعب وهو ياكل وهو يبيع وهو يشتري وهو يتعبد وهو يتقرب الله عز وجل وهو بيجري لحظات. ماذا تنتظر؟ انت لا تعلم للموت لا مكان ولا كيفيه ولا ثاني ولا زمان، انفاس معدوده. لذلك الموت يأتي بغتة، ولذلك من استحضر هذا المعنى فعليه أن يتوب وأن يبادر بالتوبة قبل أن يغلق الباب في وجهه. يجي عند الغرغرة عايز يتوب زي المجرم الكبير، عارفينه؟ فرعون. بعدين ما خلاص المية كانت بتخش وتطلع، الراجل خلاص يعني انسى الآن انتهى ما عادش خلاص. يبقى إذا بادر وسارع. من كم يوم الأخوة وروني مقطع، مش من هواة الحاجات دي، بس الأخوة جابوا لي مقطع مؤثر جدا جدا، حفلة في اندونيسيا أكيد شفتوها، واللي ما شافهاش يخش عليها يشوفها. قارئ من القراء الكبار في اندونيسيا أكبر دولة إسلامية تعدادا بيقلد الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، وجايبينه في حفلة والتلفزيون الرسمي بتاع الدولة بيذيع والدنيا كلها قاعدة، وقعد يقرأ سبحان اختار حاجة غريبة أوي، بيقرأ من سورة الملك تبارك الذي، وعد على ذكر الموت، والراجل الشيخ شحاتة عبد الباسط بالظبط فعلا تسمعه تقول سبحان الخالق، ومندمج ومنهمك وبصحته ما شاء الله، والناس يعني الاهات والاعجاب والصيحات. رابع ايه الشيخ شحاتة، رابع ايه ما كملهاش نام كده على جنب وهو بيقرا. شوفوها موجود على اليوتيوب يا جماعه، محتاجين نخلص. طبعا ده حسن خاتمه، ربنا يا رب يتقبل منه، يعني سمعت عنه خيرا من اخوه يعرفوه. يعني الشاهد الموت يأتي بغتة، فإياك. الوقت العام تقبل التوبة ما لم تطلع الشمس منين؟ المغربية ولا من المشرق؟ الله المستعان، محفوظة دي. واحد بيقول لا دي سهلة دي،
أصل دي من علامات الساعة الكبرى صح؟ قلت له آه صح. فقال لي أول ما تطلع أي علامة دي مش من العلامات الأولى دي، دي من آخر العلامات، أول ما تيجي العلامات الثانية نعرف نروح تايه. قلت له لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا يحفظكم وما تدركوش اللحظات الحرجة دي اللي الفتن فيها فتن رهيبة قد لا يكون لنا طاقة بها. يا رب احفظنا وثبتنا وارزقنا حسن الخاتمة. وبعدين بيقولوا إن علامات الساعة الكبرى كحبات العقد إذا انفرط أتت متتابعة. قال لك يصاب الناس بالذهول، اللي يقول لما شوف العلامات تبدأ هتوب، هو يصاب بالذهول خلاص انسى الموضوع انتهت، فبادر وسارع. طيب يبقى فاضل معنا كم شرط؟ أربعة. أربعة تعمل حاجة. احنا هنألف. طيب السابع مهم جدا، أن تكون باللسان وبالقلب وبالجوارح والأركان. لأن في كثير من الناس توبت إلى الله، يا رب توب علي، استغفر الله العظيم، والحال على ما هو عليه. لا، احنا كده بنلعب، كده مش صح، كده مرفوض. لازم تكون باللسان في صيغ الاستغفار في إعلان التوبة لا بأس، لكن لا بد أن تتبع بتوبة من أعماق أعماق قلبك، ولا بد أن تنقاد الجوارح لما أعلنت ولما أصررت في قلبك، بأن يتوب السمع، يتوب البصر، يتوب اللسان، بأن تتوب اليد، بأن يتوب البطن، بأن يتوب الفرج، بأن يتوب القدم. إزاي يا جماعة الكلام ده؟ قال لك هي دي المعاني الحقيقية للتوبة الجامعة. مش احنا بدري قلنا توبة جماعية مننا كلنا؟ دي التوبة الجامعة بقى للإنسان اللي تخليه فعلا إنسان مثالي ويرتقي، يعلم بلسانه عن توبته، يلهج بذكر ربه تبارك وتعالى، ثم يتحول هذا القلب فيملأ بدل الذي كان إخلاص وحب وخوف ورجاء وإخبات وإقبال، توكل ويقين وإنابة. ماشي إخواني؟ ويطلع إيه؟ تصفية وتحلية. يطلع الحقد والغل والبغض والكراهية والحاجات الوحشة التانية، عشان يبقى فعلا توب، عشان أنت بتجدد للقلب ده. لو أنت أعلنت 100,000,000 مرة أن أنت توبت إلى الله وقلبك لسه متعبي من البلاوي دي، هينفع بالله عليكم؟ دي توبة؟ فحش ده، جوه الدنيا بايظة. طيب تاب القلب وتخلص من الأحقاد والحسد والبغض والكراهية والشح والحاجات التانية دي كلها، لابد أن تزعن الجوارح والأركان. السمع يتوب عن سمع الغيبة والنميمة وإلى آخره. البصر يغض بأمر الله تبارك وتعالى ويستعمل فيما يرضيه سبحانه وتعالى. اللسان يوظف التوظيف الصحيح. اليد لا تأخذ رشوة ولا تبطش ولا تتعدى ولا تغش ولا 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 إلى آخره. القدم لا يسعى بها إلى ما لا يرضي الله تبارك وتعالى. الفرج لا يوضع إلا في الحلال. البطن لا تأكل إلا الحلال. توبة جماعية فعلا تجعلك فعلا إنسان كأنك تعيد صياغة حياتك من جديد قلبا وقالبا كما يقول. واضحة دي؟ تغير حقيقي. طيب وفي شرط ثامن، أنت قلت 8، والبعض يشترط ذلك، ولكن يقول يعني يلزمنا أن ننتبه له وإن لم يكن شرطا واضحا بدليله، غير أنه في الحقيقة يفضي إلى جمال التوبة، وهو استصحاب التوبة بل الإكثار منها، كما قال ابن عباس ايش؟ ها؟ فمن لم يتب فأولئك هم الظالمون، قال من لم يتب صباحا ومساء فهو ظالم، صباح ومساء. أنا أقول لك بقى حاجة تانية جدا مستوحاة من قوله تعالى والله يحب التوابين. صيغة ايش؟ من صيغ ايش؟ من صيغ ايش؟ مبالغة، تدل على كثرة
التوبة، يتوب كتير 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 جدا. هل هو ده اللي بيذنب ويتوب يتوب يذنب ويتوب على طول، ولا بيتوب شغال على طول بدون حتى ارتكاب اللي ذنب؟ هذا الذي قد يعد يعني بعض الغفلات الطبيعية التي قد تعتريه ذنوبا منه فيتوب ليكون على أحسن حال. حاجة مثالية جدا، استصحاب التوبة مهم جدا جدا يا إخواني. طيب دي شروطها باختصار شديد جدا. أنا عايز أقول لو التوبة كانت بالمفهوم ده بالتفعيل ده هتغير حياتك رأسا على عقب زي ما قلنا في المعنى، لكن خذ عندك في الثمرات. أول حاجة ربنا هيحبك، ولما ربنا يحبك لن تعذب بالنار أبدا كما قال الإمام أحمد. شوف اللي جاي ينادي على جبريل أمره بحبك، ينادي بحبك في السماء يوضع لك القبول في الأرض، أبشر وهنيئا لك لكثرة توبتك، الله يحب التوابين. نمرة اثنين، وهذا من أجمل ما يوجه إليه الناس الآن في هذه الغربة، في هذا الغلاء، في هذه الفتن، في هذه الأمراض والأسقام، في هذا الظلم الذي تفشي في أوساطنا، في هذا الفساد الذي انتشر في محيطنا. هذه أشياء لا ترفع إلا بتوبة صادقة ونصوح، لأن الذي أصابنا حتى أوصلنا لما نحن فيه إنما من صنع يدينا، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قل هو من عندي أنفسكم، ما نزل بلان إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. يا جماعة محتاجين توبة نخفف بها الحال اللي احنا بنشتكي منه. لذلك أنتم تعلمون أعمالكم عمالكم كيفما تكون يولى عليكم، كما في الحديث أن الحجاج عقوبة من الله عز وجل لا ترفع بالسيوف ولكن ترفع بالتوبة. لذلك نحتاج أن نفهم هذه القضية وأن نستوعب أننا بالتوبة الجماعية قد نقطع الطريق على أعداء الإسلام وعلى أعداء القرآن وعلى أعداء السنة وعلى أعداء الخير. سيتغير الحال بإذن الله تبارك وتعالى للأحسن. من أجل الثمرات اسمع، وما أحوجنا إليها أننا بالتوبة الصادقة والنصوح سنعطى القوة التي نستطيع بها ومن خلال الثبات على المنهج وأداء دورنا على أكمل وجه والاستمرارية حتى نسلم الراية لمن بعدنا. أصدقي قال الله تعالى اسمع، ونستغفر ربكم ثم توبوا إليه يزيدكم قوة إلى قوتكم. قال لك يزيدكم قوة إلى قوتكم، يعني عندنا قوة بس احنا ما بنستغلهاش كويس ماشي، بس احيانا قوتنا بالمقارنة بقوة أعدائنا مش وجه للمقارنة ماشي. لكن احنا محتاجين أول حاجة في حياتنا احنا نقوي الإيمان، إيمان قوي عشان يدينا طاقة ووقود، عشان يدينا قوة دفع ذاتية. محتاجين ان احنا يكون عندنا قوه في طلب العلم عشان نترقى ونستطيع المنافع عن ديننا وتنظير والتاصيل عليه ورد الشبهات التي تلقى عليه والمناهج الخاربه العفن الموجوده التي يشغب بها عليه كفكر الخوارج والدواعش والروافض والملاحده العلمانيه والليبراليه والشيعه الروافض الى اخره. محتاجين عايزين قوه في طلب العلم عشان يبقى في قوه دفع ذاتيه في هذا الباب. عايزين قوه اقتصاديه، احنا ضعاف اقتصاديه عشان كده زي ما بيقولوا ايه الناس طمعانه فينا. ولو عندنا قوه اقتصاديه حقيقيه لكان الاستغناء وبالتالي كان القرار ينبع من داخلنا منا فينا كما يقولون. للضعف الاقتصادي اثار وخيمه جدا جدا، قدر الربويه والازمات وغلاء الاسعار والضغوط والحصارات التي تقع كلها نتيجه للضعف الاقتصادي الموجود. نحتاج الى تقويه وقوه في جانب التواصل المجتمعي، عندنا التفكك، عندنا تشرذم، عندنا استقطاب، عندنا حالة مخيفة جدا جدا في أرض الواقع تقول أننا لا نعمل بروح الفريق الواحد، مفيش اصطفاف حقيقي، مفيش يعني تكامل تناغم تعاون، قوة حقيقية في الأرض نستطيع أن نثبت بها ونستمر ونؤدي دورنا على أكمل وجه. طيب ولو ربنا ادانا القوة دي سميها قوة في إيمان، قوة في اقتصاد، قوة في تواصل مجتمعي،
قوة في إيمان، قوة في علم، قوة في يقين، حنعيش حياة ملهاش حل والله، والله ملها حل. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. قال لك قطعت لك في هذه الدنيا مدة محددة هي غيب بالنسبة لك، هذا وعد من الله تبارك وتعالى، إن استغفرته إن تبت إليه توبة صادقة ونصوح ستمتع بما قطع لك في هذه الدنيا، ستحيا من الكرام من السعداء في طمأنينة وسكينة حتى تلقى الله عز وجل. يا رأيك في البشرة دي، وعد من الله عز وجل. طبعا يكفينا أن مثلا بعض صيغ الاستغفار التي هي من توبة اللسان يعني لعلها تكون مخرج حقيقي من الأزمات التي نعاني، من لزم الاستغفار الحديث جعل الله له من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. ده انت ممكن تحسن دخلك والله بالاستغفار، مش تنام بقى في البيت ولا في المسجد، خذ من وتسمع هذا الخبر الجميل ان رمضان من اقصر الطرق لتحصيل التقوى. لا لا لا، ان رمضان مدرسة إيمانية تربوية إصلاحية توصلك إلى التقوى في أمثل صورها، تهيئ لك فيها الأجواء وتيسر لك فيها الأمور، فهيا ادخل، هيا ادخل في العام مرة شهر بطوله لتصل إلى الغاية، لتتلذذ، لتستطعم طعم العبودية. عشان كده يا جماعة في رمضان قلنا الشياطين تسلسل، جنة تفتح، النار تغلق، تجد مسح من الحياة، تجد إيمانيات روحانيات إقبال، أكبر كم من الطاعات يمارس، كل ده عشان إيه؟ يوصلك للغاية. يا أيها الذين آمنوا إيش؟ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أقسم بالله العظيم لو تعرفنا على التقوى حق المعرفة لما كان هذا حالنا مع رمضان أبدا أبدا. عارفين لما قعدت أكتب في الموضوع ده، حضر فيه كده من فترة، قلت عشان كده أنا ما كنتش واخد بالي خالص. الصحابة كانوا قبله بست شهور يقولوا إيه؟ اللهم بلغنا رمضان، وبعده بست شهور إيه؟ عشان عارفين يوصل للتقوى. لذلك معرفة الغاية. طبعا عشان نتكلموا عن التقوى يعني عايزين وقت قد التوبة وزيادة، فنحيل على الموقع إن شاء الله هتلاقوا فيه حاجات كتير للمشايخ تتكلم عن التقوى، عن معناها، عن ثمراتها في القرآن، في السنة، في الدنيا، في الآخرة، عن صفات المتقين، حاجة روعة. اقعد بس اقرأ آيات بس وحديث صحاح، هتقولي يا نهار أبيض، يعني رمضان بيوصلني للمستوى ده وانا كل مرة اخش واطلع ما احسش بحاجة؟ يبقى واحدة من اثنين، يا اما رمضان ما بيوصلش للتقوى، يا اما انا ما صمتش، صمت غلط، في حاجة غلط. ايه رأيك تختار وانا ايه؟ في حاجة غلط. ايه رأيكم؟ الله عز وجل يقول ومن اصدق من الله قيلا، ونصدق من الله حديث، من رمضان لعلكم تتقون مش احتمالية على التحقيق، لو فعلا صمتم رمضان كما أريد لكم ستحققون التقوى. طيب أنا صمت وما حققتش، عارفين على وزن إيه؟ إن الصلاة تنهى. طيب الناس اللي مالية المساجد دي بتطلع برة تكذب وتغش وتنافق و ترتشي وتسرق وتنصب وتظلم وتفسد في الأرض، نقول لهم ايه؟ صليتوا ولا ما صليتوش؟ هل العيب في الصلاة ولا في اللي صلوا؟ أكيد مش هي الصلاة المطلوبة، وإن أسقطوا واجبا، لكن القضية محتاجة يا إخواني تركيز. أنا قلت لكم في البدري محتاجين نفهم قضية التفعيل الحقيقي. ثالثا عشان ما نطولش، أهم حاجة عندي بمثابة دراسة الجدول المشروع المثمر، مشروع العمر رمضان،
حضرتك لما بتعمل دراسة جدوى وانت رايح تشتري معزة ولا تعمل مشروع ولا تجيب شبة بقر ولا حاجة، بتدرس وبتسأل وبتتحرى، صح؟ مش كده ولا ايه؟ عشان ده مشروع العمر. رمضان مشروع العمر بجد، اللي ممكن يعمل معاك يعني طفرة ويفرق معاك كتير جدا 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 جدا، فعلا تنتقل نقلة حقيقية فعلا في حياتك. محتاج ان انت تعمل دراسة جدوى رمضان اللي احنا هنعملها عنوان ونحط تحت منها عناوين، وكل عنوان عايز درس، بس مش هينفع طبعا، بس هنقول بسرعة. اول عنوان: لابد ان تتعلموا فقه رمضان. انا قلت فقه ايه؟ ما قلتش فقه الصيام، فقه ايه؟ عشان تركزوا معايا. فقه رمضان الذي اعنيه، هذا عنوان عام تحت منه واحد. محتاجين نركز عشان نقدر يعني نوصل للي احنا عايزينه. اول حاجه من دلوقتي فقه الدعاء. فقه ايه؟ الدعاء. ده فقه، لان رمضان من اعظم مواسم استجابه الدعاء، حال الصيام وحال الفطر وفي ليل رمضان. ماشي ماشي. قال لك فقه ده عشان ايه؟ عشان تعرف تدعي ربنا صح. اللهم بلغنا رمضان تطلع صح، عشان ربنا يكرمك وتوصل. والا فكم من اناس حيل بينهم وبين رمضان. لسه واحد من اخواننا الافاضل في القريه الميمونه دي قالوا قبض اليوم، خبر يعني احزننا، ندعو الله عز وجل ان يتغمده برحمته. لكن ده يديك درس، انت ادعي كتير عشان ربنا يوصلك، عشان ربنا يبلغك. ده فقه لازم تتعلمه، مش حاضر افصل فيه. نمرة اثنين: فقه الفرحة بالوصول لرمضان، بتسلمك لرمضان او تسليمك انت لرمضان. ايه ده؟ فقه جديد. ده فقه رائع رائع. ان انت لو وصلت رمضان تفرح ازاي؟ قل بفضل الله ها فبذلك فليفرحوا خير مما يجمعون. ازاي تفرح ان انت وصلت للمدرسه دي؟ وازاي تستثير الشوق بفرحتك هذه في قلبك وفي وجدانك وفي نفسك، لتقبل على ربك بفرحه حقيقيه بمثابه قوه دفع ذاتيه تعينك على الانطلاق، زي الصواريخ اللي بيطلعوه بيبعتوه للقمر دي. بص قوه الدفع من تحت رهيبه، بينطلق لا يلتفت. ولا رايكم ممكن يلتفت حول ايه؟ التفتش على طول، في قوه دفع قويه جدا. ماشي. ثلاثه: فقه الشكر اذا دخلت الى رمضان، على وصول رمضان او وصولك لرمضان. يعني يا جماعه الشكر الحقيقي يا جماعه اللي هيخليك انسان مثالي فعلا. السلف بيقولوا ايه عن الشكر؟ طبعا انا مش بفصل لان كل واحد عايز درس، يا ريت الاخ يعملوا دروس في رمضان، يا ريت قبل رمضان حتى، مهمه جدا. قال لك ان الشكر الحقيقي هو استفراغ الطاقه في طاعه المنعم. يا استفراغ الطاقه التامه في طاعه المنعم. محتاجينك يعني تشكر ربنا صح بالمعنى الصحيح، تستفرغ كل الطاقة التي عندك في طاعة الله تبارك وتعالى. يعني الاعتراف بالنعمة على وجه الخضوع. نعمة الوصول دي نعمة ولا مش نعمة؟ يبقى تعمل تخضع بها للمنعم، سلم نفسك. طيب بتقولوا معايا ولا ما بتقولوش؟ فقه الدعاء، فقه الفرحة، فقه الشكر. خش بقى على الجد بقى. الله، فقه النية في رمضان. ازاي تتعلم فقه النية وتتجر مع ربنا بالنية وتشرك في النية الحاجات اللي يصح ان تجمع بينها بالنوايا؟ ده فقه، وذلك المسلم يدرب عليه يا اخواني بطريقة عجيبة جدا. طبعا مسألة هل رمضان نية واحدة طوال الشهر ولا لكل يوم نية على حدة في أي جزء من أجزاء الليل، مسألة مشهورة عند السلف. الراجح أنه لكل يوم نية في الليلة التي تسبق من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق، مش كده؟ بل لم يجمع الصيام من الليل، حديث حفصة وحديث عائشة، بل لم يبيت الصيام من الليل، بل لم يجمع الصيام من الليل إلى آخره. يا إنما الأعمال بالنيات. تتدرب في رمضان على موضوع النية. فقه القيام. حضرتك كم مرة أدركت رمضان
وحضرتك كنت بتصلي الترويح مع الإمام حتى ينتهي صح؟ طب ليه انت كاست بعد رمضان؟ ليه ما وضبتش على القيام؟ ليه هجرت القيام؟ لأن انت دخلت كروتين أو كعادة أو كعرف أو حياء من الناس، مش عايز اتهمك بس ما دخلت صح. لكن لو عندك فقه القيام وأن القيام مدرسة يربى فيها الأفاضل الأماجد وأنها فعلا جديرة وكفيلة أنها تخرجك على أمثل صورة، عشان كده النبي سن لك إن الله افترض عليكم صيامه وسننت لكم قيامه، وبعدين رغبك من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم ذنبه. يا أخي تعلم فقه القيام عشان تقدر تحب القيام، تتلذذ بالقيام، تواصل القيام، ما تقطعش عن القيام. فقه السحور، انت هتألف ابدا والله العظيم فقه حاجه روعه جدا. كتير من الشباب من ابنائنا يقول لك الحمد لله انا ما بتسحرش. عليه يا اخوي ليه كده؟ ليه ما تتسحرش؟ والنبي يقول لك ايه؟ تسحروا ان في السحور بركه، بركه ممكن سرعات حراريه والاكل اللي هتاكلها هتديك قوه وطاقه وتتقوى على الصيام، ماشي. بركه الوقت، تهيل نفسك للصلاة، قراءة قرآن، الدعاء في الوقت الجميل المبارك هذا لتعتاد لتتعود لتألف، ده حاجة جميلة. إن الله وملائكته يصلون على ده، الوقت ده وقت مبارك. النبي كان يقول إيش لغلامه الجميل المحبب للقلوب أنس، كان يقول له إيه؟ ها الحديث، هلما يا غلام للغداء المبارك. كان عيل صغير 9 سنين 10 سنين دهشوا النوم، كان يصحيه ويحايل عليه ويقومه ويقول له قوم قوم ده غداء مبارك ما تسيبوش، ما كانش بيسيبه. نعمة سحور العبد المؤمن ايش؟ ان شاء الله تمر يا راجل، ان شاء الله شويه ميه بس، قوم وتوضى وجهز نفسك، هو ده المطلوب. ده انت بقالك طول السنه وتغط في نوم عميق، ووقت الثلث الاخر وجوف الليل الاخر ما فيش بينك وبينه عمار زي ما بيقولوا، ده بيدربك دورة تدريبية تأهيلية على الاستيقاظ في هذا الوقت الشريف. خش بقى على الفقه الأجمل والأروع، فقه ترويض الجوارح. بتروض جوارحك ازاي في رمضان؟ فرصة بقى تظبط سمعك، ايه اللي تسمعه واللي ما تسمعوش، تظبط بصرك، ايه اللي تبص له واللي ما تبصلوش، ايه اللي تتفرج عليه واللي ما تتفرجش عليه، ايه اللي ينفع واللي ما ينفعش. فقه ترويض اللسان، الكلام، امتى تتكلم وتقول ايه اصلا؟ يا حاجه روعه يا جماعه، روعه. ازاي تروض بطنك؟ يا تغير نظام الطعام والشراب وتظبطها، حاجه في منتهى الروعه. فقه ترويض الجوارح، مش انت من لم يدع قول الزور ولا العمل به فليس لحاجه فان يدع؟ يعني مش اكل وشرب يا جماعه، لازم تروض جوارحك، لازم تضبط. ده حتى اذا كان يوم صوم احدكم ايش؟ فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل. طيب ولو حد سبه وشتمه؟ ليقل اني مريء صائم. عارفين يعني ايه؟ صيامي يمنعني ان ارد على قولك، ما انا اقدرش ده انا. ولذلك في الاثر يوقف ويرفع ايش؟ اذا كان يوم صومك فليصم سمعك وبصرك ولسانك، ولا تكن في يوم صومك كيوم فطرك سواء، او كما ورد في الاثر. عارفين يعني ايه؟ وانت صايم غير وانت مفطر، انسان اخر خالص. ده ترويض الجوارح، ده اعداد وتاهيل على اعلى مستوى. الاجمل بقى والاروع فقه الاقبال على القران. اسمه ايه؟ فقه الاقبال على القران. انا عايز اقول حاجه ما حدش يزعل وما حدش يرفع ايده عشان ما يبقاش في احراج. كم مرة ختمت القرآن في رمضان الماضي؟ مرة، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، في أخوة ختموا 10 مرات ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وماذا بعد رمضان؟ ختمت كم مرة؟ ما تقول لي، رد علي. مكسوف صح؟ محرج صح؟ حاجة تكسف صح؟ إيه رأيكم؟ حد فيكم راضي عن نفسه مع القرآن كيف كان في رمضان وكيف كان في الأيام بعد رمضان حتى هذه الأيام؟ حد فيكم راضي عن نفسه؟ حد صار على نفس المعدل؟ اللي صار على نفس المعدل يرفع ايده، عساها أن يكون قدوة لنا. حاجة تحرج.
موقف صعب عشان ما تعلمناش فقه الإقبال على القرآن اللي هي أداب القرآن على القرآن. طبعا عشان نتكلم فيها عايزة ساعتين. رجعوه موجود على أنا السلفي أداب الإقبال على القرآن، حتى إذا أقبلت ارتبطت والتصقت بالقرآن وتلذذت، ومش ممكن حاجة تلهيك عنه، خلاص أصبح حاجة يعني أساسية زي بيقولوا. ماشي يا جماعة؟ فلسه في حاجات تانية فقه هذا كتير جدا، شوف اللي جاي. الله، فقه البذل والنفقة، فقه فن التواصل مع الناس في رمضان، سواء أقارب أباعد جيران أرحام زملاء أصدقاء، إزاي تفتح علاقات مع الناس وإزاي تغتنم الروحانيات والإيمانيات الموجودة وإقبالة الناس على الخير، وإزاي بلك هدف إن أنت في رمضان ده لازم تطلع بمنتج، لازم تقدم للدعوة حاجات، ما ينفعش الموضوع يمشي كده، محتاجين يكون في فقه في الموضوع ده. أقول لكم فقه إيه ولا إيه؟ فقه توظيف الأوقات أو فن سياسة الأوقات، هذا فقه. إحنا معلش يعني في حدش يزعل مني، إيه الحال التليفون بتاعك؟ بنبعثر في أوقاتنا بطريقة تدل على أن لا نعظم ولا نقدر الأوقات. ماشي، فرصة أن رمضان بيدينا قدر من التمكن ومن التوظيف الصحيح لأوقاتنا، نتعلم فن توظيف الأوقات، ده فن عظيم جدا جدا. خذ عندك فقه الاعتكاف، فقه العشر الأواخر، يا فقه التهجد، يا فقه زكاة الفطر، فقه توديع رمضان. أجمل فقه بقى فقه الاستمرارية على نحو شخصية رمضان، بس تتعلم الحاجات دي. طيب آخر حاجة بقى نقولها في دقيقتين عشان طولت عليكم فعلا يعني، وأنا آسف جدا والله، بس بحبكم الخير والله. فقه الاحتراز والاحتياط من العقبات، من العوارض، من الشواغل، من الصوارف التي تعد لك حتى لا تغتنم رمضان ويكون رمضان مميز بالمعنى الذي ذكرنا. يعني ايه؟ يعني حضرتك انت عايش معنا ولا عايش في حتة تانية ولا عايش في كوكب اخر؟ اهل الغفلات اعدوا لك الذي يعني لا يخفى عليك، أفلام وفوازير ومسلسلات وبرامج تكشو ودورات وندوات وما شابه ذلك. لماذا؟ أبوا إلا أن يكونوا خلفاء للشيطان، الشيطان يسلسل ويقيد ولا يصل إليك كما كان يصل إليك قبل رمضان، فعمل توكيل رسمي عام للجماعة أنهم يزبطوك في رمضان. فإيه رأيك؟ هتسلم نفسك ليهم ولا هتنتبه؟ بدري قلت لكم حاجة، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. خلي بالك من رفقة السوء، من الإعلام، من العادات والعرف والتقاليد الراسخة القديمة التي قد تضيع رمضان. التمشية، وقوف على النواصي، الجلوس على المقاهي، الجلوس في النوادي ومراكز الشباب، الدورات الرياضية، برامج التكشوه. طبعا ان شاء الله ما فيكمش حد يسمع مسلسلات وافلام، ان شاء الله ظني بكم ذلك، لكن في حاجات تانية بيجهزوها لك على التليفونات هيغزلوك ويلعبوك بيها. خلي بالك فرصة عظيمة جدا جدا جدا. عايز اقول لك وانا بودع يعني هذه النصيحة، ناس كانوا معنا في رمضان الماضي صح؟ أين هم الآن؟ تحت التراب. ادعو الله أن تعطى هذه الفرصة وأن تعض عليها وأن تقوم باغتنامها وأن تؤديها على الوجه الأكمل. ندعو الله تبارك وتعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وأعتذر إليكم على الإطالة ومع الشيخ شحاتة صقر طبعا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.